مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدي الكرام أينما كنتم عبر قناتكم القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت وبرنامجكم A to Z اللي راح يتكلم وياكم إن شاء الله ونتكلم عن جميع الأحداث والأنشطة الرياضية المحلية وأيضا العالمية. اليوم عندنا حلقة مميزة بضيوف مميزين كما عودناكم دائما. أرحب بزميلي عبد الله نوري. حياك الله عبد الله. الله يحييك زميلي محمد، ارحب فيك ولجميع من انضم لنا لمشاهده برنامج اي تو زد اللي مثل ما عودنا زاد المشاهدين بالفتره الاخيره تنسلط الضوء على كل ما هو جديد في الرياضه المحليه والعالميه بشكل عام. لكن اليوم ابو يوسف الحديث يطول عن قائمه منتخبنا الوطني لبطوله كاس الخليج التي ستقام ان شاء الله في البصره. ان شاء الله وخليجي 25، احنا دائما نلقب البطوله الخليجيه في رقمها برقمها، ف 25 راح تكون بطوله اكيد يعني منتظره في البصره. نتمنى لها التوفيق والنجاح لاخواننا ان شاء الله هناك. وايضا دائما الحديث حول اختيارات المنتخب الوطني وهذا اللغط الكبير اللي صار، مع العلم ان يعني دائما المنتخب الكويتي يعطي نكهه مميزه في بطولات الخليج سواء نافس او لم ينافس، لكن بالنهايه اكيد هذا حديث الشارع عبد الله وراح نسلط الضوء عليه ان شاء الله في فقره ما بعد النشر. لكن اتركك مع فقرتك الاولى واكيد عندك ضيوف ايضا مميزين اليوم عبد الله ونجوم نحب نشاهدهم ونشوف انجازاتهم ان شاء الله. ان شاء الله نبلش اولى فقراتنا لهذا اليوم برنامج فقره سبوت التي نسلط فيها الضوء اليوم على ابطال المنتخب الكويتي للدراجات المائيه ومشاركتهم الاخيره في بطوله العالم في الجو الثانية التي أقيمت في ولاية أريزونا الأمريكية، وقد نال البطل محمد الباز فيها المركز الأول والميدالية الذهبية كما عودنا في فئة كبار المحترفين التي تعد من أصعب السباقات. خلونا أعزائي المشاهدين نروح لهذا التقرير ومن بعد لنعود، خلكم ويانا. تعتبر رياضة الدراجات المائية من الرياضات التي تتميز بالسرعة والشغف، وقد تميز شباب الكويت في هذه الرياضة وحققوا أعلى الإنجازات في أقوى البطولات العالمية. محمد الباز لاعب منتخب الكويت للدراجات المائية ابتدأ مسيرته عام 2007، ومنذ ذلك الحين صنع لاسمه مكانة في تاريخ اللعبة، وقد حقق 13 ميدالية ذهبية في بطولات العالم. ويستعد الكابتن محمد الباز لخوض منافسات بطولة ملك تايلاند في الجولة الختامية ويسعى لتحقيق الميدالية الذهبية. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا في اولى فقراتنا. خلوني ارحب باسمي باسمكم في الكابتن محمد الباز، هذا الكابتن والبطل الذي رفع اسم الكويت في المحافل الدوليه. نقول لك مساك الله بالخير، نورتنا وشرفتنا محمد في برنامج اي تو زد. مساك الله بالنور ومشكورين على هالاستضافه حلوه وان شاء الله نكون خفاف عليكم. اكيد طبعا وجودك اضافه لاي برنامج محمد، ما شاء الله تبارك الرحمن القاب وانجازات عديده، انت دائما عودتنا في منصات التتويج وعودتنا في هذه الانجازات. لكن خلينا نتحكى بالبدايات عن بدايات محمد في هذه الرياضه، شو اللي حببك بهالرياضه؟ والله اول شيء يعني مثل ما تقول احنا من صوب البحر، شاليهات وجتات وبحر وكذي، وقاعد نشوف عيال خالتي الكبار عبد الله بربيع ويوسف بصيري ومحمد بربيع وهم اللي بلشوا هالمجال، ومثل ما تقول يعني مشينا لين دشينا معاهم بهالمجال وقمنا نشارك ببطولات ونحقق الانجازات الطيبه. ما شاء الله تبارك الرحمن. سبب اختيارك للعبه يمكن شنو اللي خلاك انت تختار هذه اللعبه وتنجز فيها؟ يعني يمكن احنا كلنا جربنا هذه الرياضه وجربنا يعني مثل ما تقول كلنا جربنا الدراجات المائيه في البحر وهالامور، لكن اني انا اتميز في هذه البطوله واشارك في بطولات عالميه هذا شيء اللي ما حصل بالنسبه لنا. مثل ما قلت لك والله يعني من الاهل وليه كانت هوايه عاديه قدام الشاليه تنزل مع الشباب و قدام الشاليه لين سحبونا حق البطولات وقمنا نشارك ناخذ من وراهم يعني مشاركات. الأماكن في رياضتكم اليوم مقومات
اللاعب هذا شنو مقوماته محمد؟ اليوم إذا أنا بشارك في هذه الرياضة هل لازم يكون لي جسم معين؟ هل لازم يكون لك مقومات معينة أنك تبلش بها الرياضة؟ طبعا رياضة محركات، بس أكيد تقول لي فيها لياقة، أكيد فيها لياقة. يعني الجيت سكي بتسوق ربع ساعة ثلث ساعة، وبتعندك جولتين أو ثلاث جولات بالبطولة على حسب البطولة، وبتكون نفس اليوم. يعني أكيد لازم تكون مليغ لها بدنيا، أكل دايت وأكل نظيف يعني عشان تكون جاهز حق هالبطولة. ومثل ما يصير رياضة بس من غير ما تتعب ولا تجهز لها وتتعسكر لها بالبحر بالتمرين بالنادي، لازم تكون جاهز لها. خلينا نتكلم عن المعسكرات سواء الخارجية أو الداخلية. اليوم المعسكرات كل بطولة عن بطولة لها طابع معين ولها تحضيرات معينة. خلينا نتكلم عن البطولات المحلية، شلون محمد يحضر لها، والخارجية شلون التحضيرات تكون لها؟ والله شوف، احنا بطولات الجتكي شغالة طول السنة. مثل ما تقول احنا بلشنا يمكن شهر 7 أول بطولة كانت ببولندا، مبلشين تمارين ومعسكرات من رمضان تقريبا مع الشباب. كنا مبلشين خفيف، نتمرن باليوم كجتسكي بالبحر، يعني نتمرن يومين بالاسبوع. قبل وقت البطوله بشهر زدنا التمرين بالبحر، وطبعا اللياقه النادي وهذه موجوده طبعا كل يوم. وبامريكا بعد تو رحنا قبلها باسبوع او اسبوع ونص تقريبا، هم عسكرنا هناك بالبحيره، فقمنا نتمرن بالبحيره نفسها وعلى الاجواء الحر اللي بالديره هناك. متعودنا احنا على الحر، هذا ما هو شيء غريب علينا بالعكس. وبالنسبه حق هذه الرياضه ترى هذه الاجواء اللي صح تمارس فيها هذه الرياضه. محمد انا اشوف لك جايب لنا شغلات جميله هني بالاستديو، شنو هذه؟ هذا هو المركز الاول في بطوله العالم، تو صارت بالبحيره ليك هافيسو باريزونا، ما شاء الله تبارك الله. كانت شهر 10، الحمد لله كان الاستعدادات لها طيبه، الفريق كان جاهز متكامل يعني. بس كان ودنا نشارك من اكثر من فئه، لان كل سنه نشارك ثلاث فئات اربع فئات، ونحصل على الشخص الواحد يحصل على ميداليتين ثلاث. بس هالسنه ما حالفنا الحظ الا بفئه واحده اللي هي تكون فئه برو اوبن، اكبر فئه بهالبطوله، وحصلت على المركز الاول وصعد ترتيبي حق البطوله ملك ابطال ملك البطولات هذه لمركز الثالث تقريبا. هذا التصنيف العام، تصنيف الدولي بشكل الدول. عام. انجازات كثيره تبارك الرحمن محمد. اليوم اذا انا بسطر انجازاتك ما راح نخلص لا حلقه ولا حلقتين تكفينا تبارك الرحمن، العين عليك بارده. شنو اقرب انجاز لمحمد اليوم تفتخر فيه ما تنسى، انجاز لا طابع اليوم في حياتك؟ والله شوف، هذه الفئه كنا نطمح لها من سنين يعني نشارك بهالفئه، والحمد لله انا جت باسمي من 2018 حصلت على هالفئه اللي هي البرو اوبن. كان المنافسة قوية بيني وبين زميلي محمد ربيع، كون محمد ربيع حاصل عليها يمكن أربع مرات خمس مرات، وزايد رصيده ل 22 ميدالية 23 ميدالية. أكيد هذا الفوز الثاني لي بهالفئة، وإن شاء الله نطمح لملك تايلند إن شاء الله تكون شهر 12. في مقولة محمد دائما تقال، يقول لك الوصول للقمة سهل لكن المحافظة على القمة صعب. اليوم انك انت توصل تصير بطل من ابطال العالم، ممكن تجتهد وتعمل توصل، لكن انك انت تحافظ طول هالسنين على رتم واحد وعلى بطوله، يعني على منصات التتويج انك ما تقل عن هذه المنصه، هني الصعوبه. شلون محمد قدر انه يحافظ على هذا المستوى وهذا الرتم ما شاء الله تبارك الرحمن طوال هالسنين؟ والله يعني احنا مبلشين بطولات من 2009 و2008 تقريبا، المنافسه كانت تكون مرات قويه وايد، مرات نكون خلاص تعودنا على المنافسين وعلى الاجواء، تعرف انت مستواك وين يكون يعني بهالفئه. لازم نكون جاهزين لها، لان عندي فريق متكامل بصراحه، اعطيهم الف عافيه اللي هو عبد الله بربيع ويوسف بصيري، يجهزون الدراجات اقوى شيء بصراحه. صحيح، وهم اللي خلونا ننافس على هالمستوى ونحافظ عليه، يعني للحين محافظين عليه ماسكين احنا الفئه ما شاء الله تبارك الرحمن. بطولات العالم تتكون من ثلاث فئات، يمكن الناس تسمع عن هذه البطولات لكن ما تدري شنو هالفئات، خلينا نوضح حق الساده المشاهدين شنو الفئات الثلاث. والله بطولات العالم هي فيها عده فئات، بس تدرج باول شيء من المبتدئين، بعدين عندك الاميتشر، بعدين
البروام، البروام فيها بروام ستوك، بروام ليمتد، وعندك برو جي بي هاي المفتوحة. الستوك تقريبا لها شغلات معينة بسيطة مثل ما تقول شوتة، عيار، بروانة، بس هذه هي. الفئة الثانية ليمتد هي الفئة على حسب القانون الليمت وين يكون، يعني ما تقدر تطوف هالشيء. والفئة الثالثة احنا الفئة المفتوحة، يحكمنا بس الوزن للحين، وتبي تركب تيربو، تبي تركب اللي تبي تحطه على الجت مسموح، ممكن يحكمك الوزن بعد البطولة. يعني الفئات هذه تختلف، يعني في فئة سوبر بلوك، سوبر الأمور هذه تقريبا يعني ايه في فيها الفئات تصير نفس طريقة السيارات ولا تختلف لها اختلاف؟ ايه على حسب القانون هو اللي موجود. ايه من الاي جي اس بي ال الاتحاد الدولي هو مال جتسكي، تكون مثل ما قلت لك الستوك لها شوتة بروانة كذي عيار ليمتد، ليمت معين توصل فيه من الدش مرحلة الجهاز هني تختلف. أي تصير فيها بروح بروحه، وإحنا فيها المفتوحة يعني تيربو. أي تبي سوبر شار كيفك، تبي الماكينة ياماها، تبي ماكينة سيدو. أي اللي تبي تسوي يحكمك الوزن آخر شيء بالضبط بعد ما تفوز ولا شيء في فحص، هو يكون طاقم حق الفحص الفئات يوزنون جتك ما يوزنون جتك شيء راجع لهم. يعني محمد يصير عدد الحصنة انه ما يطوف هذا يعني الجت الفلاني ما يطوف الجت الفلاني بعدد الحصنة ولا نفس الشيء؟ لا عادي نفس الشيء، احنا الفئة اللي شارك فيها مفتوح، مفتوح عدد الحصنة مفتوح. اللي يحكمك الوزن فقط. اي وزن بعد ما تخلص بطولتك يوزنون الجت نفسه كامل بعد البطولة. الجولة الختامية لبطولة العالم شهر 12 ان شاء الله، يعني شهر المقبل. خل نتكلم اليوم، بلشت في التجهيز لها، حضرت حق هذه البطولة بشكل زين؟ والله شوف احنا الوقت ضيق شوي، تونا ردين من امريكا اخر عشرة تقريبا بالضبط. اكيد يعني التجهيز لان وصلوا الجتات اسبوع اللي طاف تقريبا، الحين نرد نجهز مكاينهم، نرد نجهز الشغل على الجتات، ونرد نشحنهم حق تايلاند. ان شاء الله نكون جاهزين لها، وللحين يعني قدامنا شهر وكم يوم تقريبا لين نسافر بنتمرن. يعني بلشوا تمرين الشباب بالبحر الاسبوع اللي طاف، وانا ان شاء الله هالاسبوع لاحقهم، كنت شوي مريض ومسافر رجعنا. لا باس عليك، ما تقصر حبيبي، وان شاء الله نكون جاهزين لها. شحن الجتات ياخذ له يمكن شهر او شهرين تقريبا، صح؟ هذا طريق البحر تقريبا شهر او شهرين، بس احنا لان ماكو وقت قلت لك تونا رادين من امريكا، فشاحنينهم طياره شحن جوي. شحن جوي، الحين بنرد نشحنهم شحن جوي لملك تايلاند. السنه اللي طافت ب 2021 بطوله ملك تايلاند، اخوي محمد بربيع حصل على المركز الثاني وانا المركز الثالث. وين راح تقام في تايلاند بالضبط؟ منطقه بتايا، في بتايا، منطقه بتايا البحريه. البطوله دائما تقام هنا. بطوله ملك تايلاند نفس المكان كل سنه شهر 12، بس تقريبا 2021 او 2020 كان كورونا ما كورونا اجلوه لشهر واحد. بشكل عام محمد، شو اللي ينقص اللاعب الكويتي عشان يوصل لمستوى اللاعبين العالميين بشكل عام؟ والله المتسابقين الكويتيين ما شاء الله عليهم يعني متمكنين من كل شيء وواصلين لمرحلة قوية، وجميع الفئات أو اللاعبين الفرديين قاعدين ينجزون جميع مجالاتهم ويعطيهم العافية، وقاعد ينافسون شركات ومصانع هم بروح. ممتاز جدا، عسى الله يوفقك يا محمد ومن هاللعلة، وان شاء الله دائما مثل ما عودتنا فوق منصات التتويج، واحنا غير الاول ما نبي ان شاء الله، طماعين ان شاء الله. عسى الله يوفقك يا حبيبي، مشكور وما قصرت على قبولك الدعوه وحضورك برنامج اجمعين، ما تقصر، وان شاء الله انكم بيضناها ودعواتكم حق شهر 12 ان شاء الله. الله يوفقك من هاللعلة يا رب. أجمعين. بكذي مشاهدينا نكون خلصنا فقرتنا الاولى، وما زلنا مستمرين وفقره ما بعد النشر، والزميل محمد بقريس. أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي بنتو قائمة الأزرق لخوض منافسات كأس الخليج 25 المقررة في البصرة خلال شهر يناير المقبل. وضمت القائمة 26 لاعباً جمعت بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة.
وخلت قائمة بنتو من اسم لم يغب عن قوائم الأزرق خلال العقدين الماضيين وعلى مستوى كأس الخليج منذ أول مشاركة له في خليجي 16 بالكويت وحتى خليجي 24 في الدوحة، وهو النجم الكبير بدر المطوع الذي لاقى استبعاده من قائمة بنتو تبايناً في ردود الأفعال الجماهيرية ما بين مؤيد ومعارض. ومن المنتظر أن يقيم المنتخب معسكراً تدريبياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الشهر الجاري، سيتخلله لقاءين تجريبيين ليكون أول ظهور للأزرق تحت قيادة بنتو في المعسكر الخارجي، ومن ثم فسيكون الحكم المبدئي على المنتخب. حياكم الله في فقرتكم ما بعد النشر في برنامج A to Z. هالمرة راح نتكلم عن يعني لقط دائر في الفترة الأخيرة بعد ما كشف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن أسماء قائمة الأزرق التي راح تمثلنا إن شاء الله في خليجي 25 المقررة في البصرة إن شاء الله في يناير القادم. أتمنى لهم التوفيق، ودائما في أي اختيار حتى لو كان مبدئي لمنتخبنا يكون هناك لغط وبعض الأسامي، الجماهير هنا تتحدث وهناك تتحدث، النقاد يتحدثون هنا وأيضا النقاد هنا، هناك جماعة راضية هناك جماعة غير راضية عن بعض الأسامي، وقد يكون لنا أيضا احنا بعض وجهات النظر اللي راح نتناقش فيها مع الكباتن الكبار. لي الشرف أن أكون أنا وياهم اليوم، على يميني المهندس الكرة الكويتية والدكتور عبيد الشمري. حياك الله دكتور ويانا ويا هلا فيك. هلا بنصار، هلا أبو يوسف، حياك الله ورحب فيك سادة المشاهدين. أخوي بنصار حياكم الله. قلبك مع بنصار لأن 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 صغير بالسن، ها أصغرنا. حياك الله كابتن وليد، أنا لي الشرف أن أكون وياك أيضا اليوم، ومنورنا دائما يا بنصار. الله يحييك أبو يوسف، مساءك بخير، مساء أخوانا المشاهدين، وعلى كابتني الغالي أبو محمد. الله يحفظه، وإن شاء الله نثري الحلقة بالشيء المفيد إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني اكيد يعني قامتين ها كبار ويانا اليوم راح نتناقش وياهم حول اختيارات السيد بنتو ها لمدربنا الوطني اليوم في هذه المرحله القادمه. الكثير يتحدث عن بعض الاسماء، ويمكن انا بذكر يعني طلال فاضل، يوسف ناصر، وبدر المطوع، واخص بالذكر هذا النجم الكبير الذي ما زال يعتبر قائدا كبيرا في الكرة الكويتية، على اعتبار أنه يعني ما زالت القائمة مفتوحة ربما للسيد بنتو للاختيار، لكن احنا نتحدث عن يعني قائد لهذا المنتخب، والأسماء موجودة أمامكم. يعني ضمت القائمة 26 اسم مميز الحقيقة، كلهم يعني من النجوم الشباب المميزين، في منهم أصحاب خبرة لا شك، هناك أسماء ثلاثينية و27. الهدف من هذا الحوار أو هذه النقاش في فقرة ما بعد النشر هو التوضيح وليس الفرض، على اعتبارنا يمكن الجماهير الكويتية تختلف إن هني وهناك، النادي هذا أو المشجعين هؤلاء يبون هذا اللاعب، لكن احنا نتكلم عن لواعب ما يختلف عليه اثنين، ألا وهو بدر المطوع، هذا النجم الكبير والواعد الذي يخطف الأنظار دائما. وأتحدث الآن ليس كعمر لأن الأرقام يعني تدل على نفسها، لكن أتكلم كقائد لمنتخبنا الوطني. أبتدي بالدكتور عبيد، تقييمكم لاختيارات المدرب في المرحلة الحالية لهؤلاء اللاعبين، أكيد منهم لاعبين مميزين ظهروا مع أنديتهم بشكل جيد دكتور. مثل ما تفضلت بيوسف، يعني الآراء مختلفة، يعني في ناس يعيدون في ناس يعرضون، يعني مثل قلت بدر مطوع طبعا كلاعب جماهيري ولاعب فنان، يعني اللاعب الوحيد اعتقد في الجيل يعني حتى مو الاخير حتى بالسابق اللي يمكن 15 سنه هو افضل لاعب الكويتي، ونادر تجد لاعب انه 15 سنه يكون هو افضل لاعب وعنده الحلول واللاعب المهاري الاول. صحيح يمكن ينخفض مستوى مباراه كثيره، لكن هو يبقى اللاعب الورقه الرابحه لنادي القادسيه والمنتخب الوطني، لكن هاي سنه الحياه. انا اعتقد بدر وصل لمرحله العمر
لكن التخطيط والاتحاد الكويتي تخطيط يبين تخطيط هش ولا يعني ما عندهم رؤية. وهذه النقطة اللي أنا بركز فيها. أي نعم. لو كان الأمر منتخب أولمبي لا رفعنا العقال وقلنا نعم. فعلا هناك تخطيط لقادم الأيام على اعتبار أننا خرجنا من آسيا وخرجنا من تصفيات كأس العالم، هذا شيء طبيعي، هذا شيء أصبح يعني أصبح مرسوم لنا في الفترة الأخيرة، لكن نحن نتحدث عن ما هو قادم. نعم. إذا كان قصدك أنك تبني فالمفروض أن يدخل المنتخب على الأقل في أسماء أولمبية، في أسماء يعني أولمبية، أولمبية أسماء أعمار صغيرة. نعم. يعني يهيئون الشارع الرياضي أن فريق في فترة إعداد، لأن حتى في المرحلة السابقة في جميع لاعبين نحن لم يحقق أي مركز يعني متقدم، دائما إحنا كلها خسائر، فأنت لازم تعد فريق صغير السن، لاعبين جدد، الإعداد يعني بدني، إعداد فني، إعداد تغذية للمستقبل. نعم. لكن أنت تختار لي 5 لاعبين أعمارهم يعني 30 سنة، أعتقد هذا خطأ كبير جدا، ومع التقدير يعني 3 لاعبين مثل ما تفضلت ومن إخواننا البدون اللي يعني في أعتقد في اللوائح في كأس آسيا لا يستطيعون البعض منهم يشارك. نعم. فيعني مع التقدير لهم يعني أكيد ما في شك، لكن في تخبط، ما في رؤية واضحة، فالناس كثيرين يعني يمكن غير راضيين عن التشكيلة، لكن أنا أتكلم عن المجمل اللاعبين. نعم. أعتقد هذا أفضل الموجود، ماكو لاعب مع احترام للجميع إلا أعتقد بدر مطوع اللاعب الوحيد اللي ممكن الناس يتمنون وجوده لمهاراته العالية. في نفس السياق. نعم. في نفس السياق وأنت مدرب أيضا وطني كابتن وليد، رأيك في طريقة الاختيار، هل هناك خطة مدروسة من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أم المسألة نريد أن نشارك لنحاول أن نقدم شيء للكرة الكويتية على اعتبار نحن إخفاقات كبيرة وممكن ما عندنا إلا الخليج، لكن تصنيفنا بالخليج يقع في المرتبة الأخيرة كابتن وليد للأسف في الفترة الأخيرة. أنا أشوف بيوسف بس بنوه على شغلة مثل ما قلت على سالفة المركز الأخير. نعم. إحنا ترى آخر يعني آخر من نسختين من البطولة من الخليج. نعم. من 2017 لغاية اليوم نتكلم إحنا دائما بالمركز الأخير أو قبل الأخير. أنا بتكلم عن الاستراتيجية اللي وضعها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مثل ما قال أبو محمد اللي هو الاختيارات الهشة هذه اللي صارت، أنا لما بتكلم على موضوع أنت بالاختيار شنو تبي من البطولة، تبي تنافس ولا تبي تبني؟ نعم. صحيح. فتصريح أحد الإخوان في الاتحاد الكويتي لكرة القدم أنا بروح ناخذ البطولة، بمعنى أن اختياراتك أنت راح تاخذ بطولة وراح تبني، لذلك أنت اللي مختار الاختيارات، إحنا قاعد نتكلم هو أفضل، إحنا نقول أفضل المستويات اللي قدموها اللاعبين باللستة هذه اللي راحت المنتخب وتختار المستر بنتو، احترامنا لكل اللاعبين، مع الاحترام حق الكل، هذا خالص الاحترام. نعم. ولكن انت اليوم الاستراتيجية اللي تكلمت عنها وتبتبني فريق حق آسيا والعالم مو بهذه الطريقة، يفترض ان انت اليوم مشاركتك بالمنتخب الأولمبي انت نتائجك الأخيرة دائما انت مركزك الأخير او قبل الأخير، يعني ما راح تفرق معك بالنتائج حتى لو شاركت بالمنتخب الأولمبي، بس انت قاعد تعد لمرحلة قادمة 25 26 مثل ما قالت الرؤية ان نوصل حق 30 اللي هو كأس العالم، ولكن انت اليوم الاختيارات اي اوكي هذه هي الاختيارات، هذا الافضل في الدوري الكويتي، ولكن تعال اليوم عطني القائد مع احترامي حق اللاعبين الموجودين. نعم. يعني يمكن الشارع الكويتي قاعد يتكلم عن بدر المطوع، لا وجوده ضروري بالمنتخب كونه كقائد ومدرب داخل الملعب تستفيد منه في بعض الاحيان بالضبط. في بعض الاوقات اليوم بدر المطوع اليوم هو افضل لاعب خلال 5 أو 10 سنوات الاخيره، هو افضل لاعب وافضل قائد قاعد نشوفه في الكره الكويتيه. الاختيارات هي جيدة، الاختيارات أنا أعتقد يمكن هذا اللي وضحها تتفق في أغلبها نعم. قلت لك أنا بس في عندي يمكن بعض الأمور في الاختيارات اللي صارت في مراكز أنت ما اخترت، يعني اليوم قلبين الدفاع مختار قلوب دفاع 2 بس بالفريق، أيضا المراكز الثانية اللاعبين ما قال أبو محمد اللاعبين الغير كويتيين محترمين لاعبين مميزين، ولكن عطني راح اشرككم في تصفيات. هل اثرت جزئيه المحترفين وانت كمدرب في هذه المساله بالذات؟ احنا نعاني من راس الحربه منذ فتره. نعم. طويله أكيد. يمكن كان ويانا يوسف ناصر فتره طويله هو راس الحربه الوحيد، اليوم طلع يمكن شبيب الخالدي، ايضا في خط الدفاع عندنا مشكله فيها شوف كبيره. سالفه المحترفين اثرت على الكره الكويتيه، ولكن عطل الانديه شنو قدمت من لاعبين او اسست لاعبين عشان اساسا انا استغني عن المحترف. احنا المرحله السنيه ما في عمل للامانه، مع احترامي حق المدربين مراحل السنه حق الانديه، الالتفات صار معدوم بالنسبه حق المراحل السنيه، لذلك انا قاعد تشوف يمكن المراكز قاعد يغطونها الانديه بالمحترفين. نعم. لضعف المراحل السنيه بالانديه. طيب انت تتفق انت كابتن عبيد وانت ايضا متابع فتره طويله ومحلل في الدوري الكويتي، تاثير المحترفين على الكره الكويتيه، هناك من يقول ان 5 عدد كبير. نعم. عكس في ايامكم كان في 2 محترفين. نعم. على مستوى عالي كان في وقتنا مثل ما تفضلت بيسم 2، لكن 5 عدد كبير جدا،
ومع التقدير يعني للمحترفين يعني اغلبهم مستواهم يعني ضعيف جدا، مو ذا هذا الطموح اللي او اللاعب المحترف اللي يستفيد منه اللاعب، ما عدا يمكن 3 إلى 4 لاعبين على جميع الانديه. نعم. وفي لاعبين دائما يكونون على دكه الاحتياط، وانا محترف ما في محترف على الدكه الا في الدوري الكويتي. حتى اسماءهم للحين نذكرها. نعم. رومان هامز، توفيق بلاقه. نعم. يعني لاعبين مميزين، موليني بالسالميه يعني لاعبين مميز، قدميري كلاعب مدافع قوي. نعم. كان في ذاك الوقت. نعم. اي طبعا بالسابق حميد السيلي القادسي. نعم. او جميع الانديه. نعم. كانوا عندهم لاعبين يعني على مستوى عالي كانوا محترفين، لكن الان لما تاتي على المحترفين تجد نسبه كبيره منهم قاعد دكه احتياط. ما يمكن ما نذكر منهم لاعب مميز يعني ماكو لاعب يعني يعني يمكن لاعب او لاعبين. انا لما نتكلم نادي القادسيه لما اجيب محترف لازم يكون افضل من بدر مطوع. صح ولا لا؟ يعني افضل لاعب عندي بدر مطوع، لازم يكون لاعب افضل من بدر، حتى اللاعبين الاساسيين يستفيدون منه من مهارته من خبرته. هذا يرجع حق حق شنو بالضبط كابتن عبيد؟ يعني هل معقولة أنديتنا، حتى النصر كان يعني من أبرز. نعم. المحترفين، أفضل نادي فيها، أفضل. نعم. نادي محترفين. صحيح. ليش قلت المستويات؟ نادي النصر معروف وأحسن نادي اختار لاعبين محترفين بالسابق، وأعتقد يمكن. نعم. حتى للسنوات الأخيرة النصر عندهم يعني رؤية أو عندهم الشخص اللي يروح يختار يعني تقدره وتحترمه. لكن أنا أعتقد هذه مشكلة الأشخاص اللي هم يتعاقدون مع اللاعبين هذولي، والدليل تخبط واختيار لاعبين والمرحله الشتويه دائما كلها تغيير لاعبين، وبعضهم يقعد على الدكه ما يلعب. فانت المحترف اذا ما يكون لاعب اساسي ومؤثر ولاعب يعني يفيد الناشئين الموجودين يستفيدون منه، فبالداعي ما له داعي وجوده انه يكون موجود. بنفس السياق يعني تاثير المحترفين، انت يمكن في فتره من الفترات كنت وليد يعني تضم صوتك لوجود هذا العنصر المهم. نعم. بالاضافه الى هذا السؤال يعني ايضا، هل هناك بعض الاسماء غير بدر تستحق الانضمام للمنتخب؟ نعم، في انا اشوف طلال الفاضل يستحق الانضمام للمنتخب. نعم. فهد الهاج يستحق الانضمام للمنتخب. فهد لاعب يعني كبير ومميز. نعم. في اسماء يعني قابت عن، انت اليوم استثنيت 5 لاعبين فوق السن. ما يمنع تستثني لاعبين مهمين مثل بدر مطوع، طلال الفاضل، فهد الهاجري. نعم. انت قلت لك انا خاصه ان فهد الهاجري يلعب في مركزين، قلب او باك يمين. وانا قلت لك بالاختيارات. نعم. صار عندي مشكله بالقلبين الدفاع. انت مو معقوله لسته المنتخب فيها قلبين دفاع اثنين. لا تقول لي حلول ترقيعيه بترد لي حمد حربي من مكانه بالوسط الملعب، ترد لي خلاص. نعم. صارت وقع فهد الهاجري ان شاء الله المرحله القادمه، بس ممكن كعقاب له. نعم. يعني اتوقع انا اسماء ما تعرف يعني الامور مفتوحه. ايه لحد الان في مجال يعني. حتى يعني طال الفاضل المرحله، اعتقد المدرب يعني يمكن في المرحله الاخيره اكيد بيختار تشكيله جديده. بس انا اتكلم عن اللي يستحقون يعني. لا انا اقول لك يستحقون. انت لو انت تقول انت مرحله قادمه، احنا قاعد نقول اليوم احنا هو بيعد الاستعداد حق الخليج. نعم. فانا اقصد احنا خلينا نعد، احنا خلينا نخلي الخليج مرحله اعداد لاسيا والعالم. يعني اليوم انا مثل الاختيارات هذه انا احتاج لاعبين الخبره. انا اقصد باختيار نهائي. نعم. يمكن بعد اللعبات في اضافه بعض الاسماء بعد اضافه. والله اتمنى بس، ولكن التصريح اللي طلع بالاخير انه. نعم. هو الاختيار هذا هو خلاص حق بطوله الخليج اللي بالبصره. طيب ما جاوبني على سؤالي. انت دافعت في فتره من الفترات عن وجود اكثر من لاعب محترف. مدى تاثير على لا ما له شوف البقاء للافضل. انت اليوم لما اقول انا يعني اعطيت الافضليه حق زياده عدد المحترفين لسبب واحد. انا اليوم اذا عندي بطولات خارجيه دوريه ما يوقف، مثل انا لما قلت انا السبعه، احنا قاعد في خمس محترفين الوقت الحالي. نعم. 2 بالاحتياط في مشاركه المنتخب، الـ2 يلعبون مع الـ5 صاروا 7 في الملعب. اللي حاصل العكس يا كابتن وليد. شلون العكس؟ الدوري قاعد يتوقف. لا 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 انا المقترح اللي قلته. نعم. ذاك الوقت ان بوجود السبعه 5 و2 بالاحتياط. انت تقول ما تحس ان الدوري قاعد يتوقف؟ الرقم يعني مع احترامي كبير شوي زود عنا، خاصه احنا توقفنا فتره طويله يعني كمنتخب، وبالتالي اللعب الفعلي اتكلم. طبع. اللعب الفعلي اللاعب الكويتي وانت مدرب. نعم. وعايت هذا الشيء من 18 الى 22 23 مباراه. صحيح. بالمقابل اقل لاعب خليجي يلعب من 40 الى 45 مباراه. ماشي، انت زيد لي عدد الفرق بالدوري. انت لما تتكلم عن المحترفين وتتكلم عن مباراه الدوري القليله، انا ما عندي يعني احنا كنا نلعب قسمين بال 18 مباراه بالموسم مع الكؤوس، هذا شيء قليل. نعم. انا برجع لسياق المحترفين مثل ما تفضلته بالموضوع هذا. انا قلت لكم لازم الانديه تشتغل. احنا في وجود الخمس محترفين، هل انت اليوم قاعد تطلع في نتائج عاليه خلال الموسم الماضي والموسم الحالي؟ ما في نتائج عاليه. فاليوم حتى الفرق اللي استقطبت المحترفين الخمسه بدات تتقارع، الكويت والقادسيه العربيه والسالميه. وشوف انت اليوم النضوج اللي عند اللاعب. الان بالسابق كان اللاعب بالانديه المتاخره، انا بتكلم لما يفقد روح المنافسه يكون مركز اخير او خلينا نقول في مرحله هبوط،
خمس او ست لاعبين بالتدريب، ولكن انت اليوم لما اليوم تفتح اليوم الاحتراف هو اشبه باحتراف الكلي. انت اللي ما عندك احتراف الجزئي كابتن، يعني انا معاك. انت تكلمت عن نقطه مهمه جدا بشرك فيها الدكتور. نعطي مثال نادي الجهرة 90، نادي التضامن حتى قبل بموسم الثمانينات الى بعد كم مره وصل نهائي الكاس، لا وكم لاعب خذوا المنتخب؟ ست لاعبين. كم لاعب خذوا المنتخب سواء من التضامن او من الجهرة؟ تفضل دكتور. بس تذكرت كم محترف بس تفضل بس مضيع اسمه. نعم غلاوسيو من امتع المحترفين اللي مروا عليه. الغاسيه اخذها ثلاثيه، من امتع المحترفين بيوسف. اللي شدوا الجماهير. اسمع اقول لك، الغاسيه اخذها ثلاثيه. نعم. هو بالدوري كان مسجل 22 هدف ولاعب وسط، ولاعب وسط مهاجم. نعم. عشان اعطي بس مثال. نعم. حتى مره اسولف معاه حسب ما عرفت من عنده انه يلعب يعني على الواقف، لانه يعتقد انه صحيح بعدين اعترف باليابان. نعم. انت تحتاج لاعب يعني المحترفين. نعم. انا بالنسبه لي غلاوسيو رقم واحد. انت لما يوسف تفضلت قلت نادي الجهره ونادي التضامن. نعم. لان انا اقصد جوده اللاعبين. نعم. حتى كانت موجوده، جوده اللاعبين، جوده المدربين، جوده الاداريين، المنظومه متكامله كانت. نعم. فكان اللاعبين على مستوى عالي جدا بدون محترفين. فحيل خذ كاس الامير. نعم. في 86 86 الناس روحهم عاليه، في لاعبين على مستوى عالي عندهم. نعم. مهارات، في حب للعبه اكثر من الان. نعم. مثل ما تفضل بنصار، في انديه الانديه الصغيره بالذات حسب كلام بعض المدربين ساعات الانديه الاقل جماهيريه، الاقل يعني الاقل جماهيريه. انا دائما يعني افرق بين هذا الاقل جماهيريه خلينا نكون سياسيين، وفعلا في انديه اثبتت جدارتها. اي طبعا وصولها كالجهره وفحيل الاقل انجازات. نعم. الانديه الاقل يعني مثل ما تفضل بنصار اتفق معه، مدربين ساعات يلعب تقسيمه ما يلقى عدد كامل، فانت ما تشوف الحين تتابع الدوري في نقطه سلبيه جدا، دائما في الدقيقه 65 ولا 70 اصابات كثيره، شد عضلي، لعب الكره كلها واقفه، فبالتالي هذا اشياء مهمه جدا. طيب بالسابق كان نوعيه اللاعبين افضل. أنا نعم تفضل. على النقطه هذه انت ذكرت. نعم. انت اليوم على الفرق اللي حصلت على الدوري وعلى الكاس في الثمانينات او خلينا نقول التسعينات. نعم. ابو يوسف ابو محمد يطلع علي بذاك الوقت، انت اليوم بتاسيس المراحل السنيه لتغذيه الفريق الاول كان النادي يعتمد على لاعبينه بالتاسيس. نعم. ولكن انت تعال اليوم انت قاعد تعتمد على شراء لاعبين محليين من نادي الى نادي. اسهل يعني شيء. انت هذا اسهل شيء. فانت اليوم ما عندك مرحله تاسيس وتقول لي. انا اعطيك مثال الحين، من على نسبه اختيار نادي من اللاعبين العربي ليش؟ انا اشتغل خلال الثلاث مواسم بالمراحل السنيه عطى الفريق الاول. نعم. ولكن تعال حق بقيه الانديه صارت يعني قبل خلينا نقول قبل موسمين او ثلاث مواسم كان الكويت والقادسيه يتنافسون دائما على المراكز الاولى ابو محمد. صح صحيح. لا صحيح. تعال اليوم هذا شيء واضح. تعال شوف الاختيارات اليوم. نعم. اليوم القادسيه كم لاعب؟ خمس لاعبين. صح ولا لا؟ نعم. تعال الكويت ثلاث لاعبين. نعم. كنا نقول احنا قبل موسمين كان تسع لاعبين ب 11 لاعب من كل نادي. نعم. فانت اليوم تعال شوف الانديه دائما كم انا على المراحل السنيه. اذا قلت لي بالسابق كانت الانديه الجهره كانت ولاده باللاعبين، يعني وائل سليمان، نواف جديد، نواف جابر، خالد جار الله. نعم. يعني شوف في شريحه من اللاعبين طير شرقاط، في شريحه من اللاعبين طلعوا من المراحل الى الاول. ولكن تعالوا انت فقدت هذا الامر. ايضا في حيل منظومه في حيل ذاك السابق. نعم. بالفتره السابقه عبد العزيز الهاجري، عبد الهاجري، امير سراج، عبد رضان، ربيع. نعم. الله يرحمه سيف زيد، ففي محمد سعد، في لاعبين اطلعوا مجموعه مع بعض الى فرق. ولكن الان قاعد تشوف انت اليوم نادر ما يطلع لك لاعب ناشئ شوف الفريق الاول بالوقت الحالي. لذلك انت الانديه قاعد تعتمد على المحترفين لضعف التاسيس في المراحل السنيه. طيب نروح حق صلب الموضوع، قرعه كاس الخليج، بحرين، قطر، الامارات في مجموعتنا. ايه؟ واحد الاخوه كما تفضل اللي هو نائب يمكن رئيس الاتحاد قال ان الكويت راح تنافس على البطوله، ونحن لا ناخذ الان والجمهور خلاص انتهت شيء اسمه عاطفه، يجب ان نتحدث في واقع ملموس، الواقع يقول لك ارقام. ايه احنا في المركز الاخير خليجيا مثل ما تفضل وليد في اخر دورتين او ثلاث دورات ابتداء من 2017. نعم. الدوره اللي كانت بالكويت يعني ما يخفى لاحد ان المنتخب الكويتي يعني مستواه الفني ضعيف وليس ذاك المستوى المأمول، لكن دوره الخليج يعني لا حسابات أخرى. أنا ما بغلل قيمة البطولة، لكن لا يعني. نعم. هي بطولة نفسية أكثر منها فنية. بالضبط. إيه يعني فيها دائما تصاريح وبعض الشد والجذب بالإداريين، لكن أعتقد منتخب الكويت ما هو منتخب يكون سهل في هذه البطولة، يعني إذا كان في مدرب جيد. يعني هذه طبعا فرصة بعد نشوف المدرب وتكتيكه داخل الملعب واختيار اللاعبين، يعني مهم جدا يعني. فانت ما يزيدون عليك يعني حتى في الخليج يمكن بعد. انا ما اتكلم مع احترامي دكتور يعني. ايضا في الشيء ذكرنا اغلب المنتخبات في الفترة الأخيرة بعد ما تشبعت من كأس الخليج يلعبون بالصف الثاني، قد يكون الثالث يعني. والله بتوني بقول لكم يوسف، يعني
لو بيلعبوا معك بالصف الاول انا اقول لك يتفوقون عليك باكثر، مثل تلعب مع المنتخب السعودي بالصف الاول والمنتخب القطري نعم. افضل منك بكثير حقيقه، لكن اعتقد نعم. الفرق بيلعبون دائما بالصف الثاني او الاحتياط يلعبون، فالمستويات متقاربه، ما هي ذاك المستوى ذاك القابل كبير بيننا وبينهم يعني. بس انا اعتقد في نفس السياق نعم. انا اعتقد ان اليوم المنتخبات الخليجيه ترى من خليجي 20 هم يلعبون المنتخبات الاولمبيه نعم. قاعد يعدون، ولكن شنو في تطعيم من مع لاعبين الخبره ولكن شوف غالبيه المنتخبات الخليجيه ارجع حق خليجي 20 المنتخب الكويت الوحيد اللي شارك بالمنتخب الاول نعم. بقيه المنتخبات في المنتخب الاولمبي وتطعيم بعض اللاعبين الخبره. ليش؟ لان عندهم اهداف طويله المدى صحيح. يعني المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي والقطري مو احنا ويعني كان عندهم وصول الحلم وصول كاس العالم وايضا كاس اسيا، وبالتالي هذا شيء نجحوا فيه ابو يوسف، فاصبحت المحطه الخليجيه هي اعداديه رغم ما تضم من زخم اعلامي وحب جماهيري كبير نعم. لكن بالنهايه انا انظر للاعلى مع احترامي لهذه البطوله اللي نعشقها دائما ونحبها. انا اتفق معك، عشان احنا قاعد نتكلم على الاستراتيجيه اللي وضعها اتحاد الكويت لكره القدم، الرؤيه لتصفيات طيب. كاس اسيا والعالم، انا جايك بالموضوع هذا نعم. عشان كذا انت اليوم هي محطه، يعني خلينا نقول كاس الخليج هي محطه للاعداد، عرفت شلون؟ قلت لك المنتخب الكويت ترى حظوظه وايد جيده في دورات الخليج نعم. احنا شفنا يمكن ساعات احنا نطلع من الترشيحات وناخذ بطوله صح ولا هذا بالسابق؟ هذا بالسابق، انا معاك، انا بالسابق، لذلك انا قاعد اقول انا انت مثل ما قلت اليوم اللي هي دوره الخليج انا اقدر اعد فيها منتخب، ولكن بس مو بالطريقه هذه. حتى السيد بنتو اليوم طبعا اول يوم صار في لقط على موضوع انه ما كان موجود بالدور، ما تابع الدور الكويتي يا في وقت متاخر. طيب احنا ما نقدر نلقي اللوم على المدرب اللي جاي في فتره قصيره ونعطيه الاسامي او نقول له اختار في فتره قصيره، ولكن الهدف بالنهايه شنو الهدف اللي يحدده ويرسمه الاتحاد الكويتي لكره القدم لهذا المدرب؟ فبالتالي انا سوف اعمل على الهدف وليس اعمل على بناء منتخب بالضبط كما هو يعني هو مطروح. الهدف من التصريح ان انا اليوم انا بنافس على كاس الخليج، انا باخذ كاس الخليج، هذا هو كان الهدف، هدفهم شنو؟ ان الفوز في البطوله نعم. فصار انا بوجهه نظري طبعا انا اشوف صار في تسرع بغض النظر عن التصريحات اللي يعني نقول مبالغ فيها، لكن انت لازم يكون هدفك اسمع، انت تعد فريق للمستقبل، فريق قادر انه يعني يعيد هيبه الكره الكويتيه، تشتغل عليه وتهيئ الشارع الرياضي ان انت يعني صعب تاخذ بطوله في السنوات القادمه، انت تعد لاعبين صغار بالسن لاعبين للمستقبل، لكن انت بتعد الخمس سنوات او سبع سنوات الاخيره ابو محمد دائما خساره خساره يعني عرفت بالضبط. انا عشان كذي قلت اليوم المشاركه في منتخب 21 اللي هو منتخب الاولمبي هذا اعداد للرؤيه القادمه، ولكن انت اليوم احنا قاعد نتكلم على الاختيارات، قلنا مع احترامي حق الاخوان الغير كويتيين اللي هم البدون، طبعا انت ما راح يشاركون معك لا في اسيا ولا في العالم، فانت اليوم عشان كذا قلت لك الاختيارات شنو كانت؟ قالها ابو يوسف شنو هدفهم مع المدرب؟ انا اشوف من الاختيارات ان الهدف بس على مستوى البطوله هذه. طيب خلينا نوسع الدائره شوي كابتن وليد، هل يخدم الدوري وانت دربت في الدوري في الفتره الحاليه ومن خلال هذه المخرجات من خلال هؤلاء اللاعبين، اما الامر يبدو صعب شويه حتى على اي مدرب لو جبت اكبر مدرب بالعالم، وخلينا نكون واضحين وصريحين دائما احنا في برنامج يعني اي تو زد في عبر هذه الفقره واغلب برامجنا ان شاء الله نكون فيها صراحه. لا انا اشوف ان الدوري ما يخدم، لان وضعيه الدوري او بطوله المسابقه اللي حطوها بالدوري انها ما تخدم المنتخب في وجود الاربع اقسام، انت قلت زاد عدد المباريات بس انت ما عملت حساب انت المشاركات الخارجيه بتشارك فيها، لذلك انا اشوف ترى في اغلب البطولات مثل الاولمبي والشباب شاركنا في بطولات واحنا الدوري ما اقيم، احنا دورينا مو قاعد يفيدنا، دورينا على مستوى المنتخب مو قاعد يفيد، وشفت يمكن المخرجات هذه ترى نشوفها يمكن لسته يعني مستعجله صارت، معنا قال ابو محمد في ممكن يكون في اضافه على اللسته راح يكون او في تغييرات او في فرصه راح تصير اختيارات ثانيه، لذلك انا اشوف ان الدوري ما خدم بالطريقه الاولى، لان اليوم انت اليوم نظام الدوري بالعشر بالقسمين بعدين تفصل سته باربعه نعم. بعدين انت اليوم روح المنافسه راح تقتلها بالمراحل بشرك محمد اي انا نعم. بس انا راح اعطيك تفضل كمل زين راح اي انا بالفصل هذا اليوم قلت لك انا الفرق الاربعه اللي طاحت قد يكون انت اليوم مختار منهم حق المنتخب، ولكن فقد روح المنافسه هني صار ما صار من مصاف السته الاوائل. وهذه النظره برافو عليك يعني على تنبيه كابتن وليد، شكل الدوري غريب في 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 هذا الموسم، وبالتالي انا قد يكون منافس اول ثاني ثالث في الدوري اتحدث، فجاه تقول لي انا العب بلاي اوف وبطوله خاصه
وين التعب هذا كله اللي راح؟ لا صحيح مثل ما تفضل منصار، يعني لكن منصار ابو يوسف الاهم عندي انا بالنسبه لي اللاعب، بغض النظر عن المدرب ان هذا الشيء ايجابي او سلبي بالنسبه له، احنا عندنا مشكله بالعنصر الاساسي اللي اعتماد عليه. طبعا نقول المدرب واداره، لكن اللاعب ماكو ذاك اللاعب اللي المشاهد او احد يحب يشوف، يعني يتمنى يشوف ناشئ او لاعب جديد يتمتع بمهارات فرديه عاليه او عنده اساسيات كره القدم. بصراحه نتكلم لا. انت لما تشوف مباراه كامله يعني صعب انك تلقى لك هجمه ولا هجمتين، انه تحس ان هجمات ان المشاهد او اي واحد محب لكره القدم يعني وده يشوفهم. فاللعب دائما مستوى اللعب هذا مهم جدا، وهذا مستوى اللعب الاهم. يعني طبعا دور المدرب اكيد ما في شك عليه، لكن اللاعب هو العنصر الاساسي اللي ممكن طيب ياخذ معه. انت تشوف نظام الدوري هذا يخدم اللاعب؟ لا لا ما, ما ما في شك، ما اختلف مع منصار ما يخدم. يعني تخبط كثير. انا ما بغلل قيمه الناس بالاتحاد، لكن مع احترامي ليس تغليل، مش لا لا نهايه تجربه. لا لا وبالتالي يحق لنا كمتابعين كجمهور ان نقيم هذه التجربه او ان نحط بعض النقاط لتغيير هذه التجربه. تجربه خاطئه، يعني ما يعني ما اعتقد متسرعه جدا، ما اعتقد انها يعني تجني ثمارها. والدليل يعني نعم التخبط هم بعد ما نحط المشكله بعد بس بالاتحاد، انا عندي المشكله الاساسيه في الانديه. نعم الانديه تتحمل مسؤوليه كبيره، المحسوبيه والعلاقات الشخصيه ومدربين المراحل السنيه هم الاساس. انت لازم تشتغل بيوسف على منتخب تحت 16. انت الحين جردنا لنتحدث عن المنظومه. اي انا اقول هي الاساس، المنظومه تحتاج تغيير شامل. نعم تحتاج وافي. انا بس نعم تفضل. انا عندي بس مداخله على الموضوع هذا، ان اليوم انت قلت لي اليوم الدوري يخدم ولا ما يخدم. نعم تفضل ابو محمد. فعلا في انديه يعني عندها الدقائق الفعليه معدومه بالمباريات، فلذلك انت اليوم العامل البدني يعني يكون مرتفع من خلال المباريات، ولكن اللعب الفعلي في المباريات انا اشوفه قليل جدا قليل. يعني النسب ما توصل حتى ال 40%. فانت اليوم تقف يعني فرق عندها عندها اللي خلينا نقول سرعه اللعب، في فرق عندها تبطيء اللعب في قتل الدقائق. يعني انت اليوم عطني انا كمشاهد او لياقه بدنيه غريبه عندنا، امرها غريب. يعني في بعض انا ما مذاكر الحقيقه اي مباراه، لكن قسناها الشوط الاول اللعب الفعلي 25 دقيقه صحيح، وفريقين كبار ها، في الشوط الثاني 15 دقيقه. ابو يوسف 17 حاله توقف في الشوط الثاني. شوف انت رديتني يعني على يعني شيء غريب، امر قاعد يصير عندنا بالكويت يمكن ما يصير في اي دوله ثانيه. انت رديت على موضوع المحترفين الحين. نعم. تدري ليش قلت لي انت على الموضوع ان بالشوط الاول في دقائق معدوده وانت معدل اللياقه البدنيه عالي؟ تعال اليوم ترى فتره اقول فتره تدريب الصباحي والمسائي على فترتين ترفع معدل اللياقه البدنيه عند اللاعب. فانت اليوم تلقى قاعد تشوفه عكس ذلك. انت ليش تشوف عكس ذلك؟ قاعد تشوف بس المحترف يتمرن ترى على فترتين، ترى اللاعب المحلي دوام دراسه. وين التفرق اللي قالوا عنه؟ ما في تفرق، لا لحد الان ما تطبق اي شيء. يعني احنا شوف ترى اليوم الاعلام ما يخفى عليه. اليوم لو تلاحظ انت اليوم في لاعبين لحد الان بيروحون للمنتخبات مراحل السنيه او الاول راضين تفرغاتهم. دي مشكله بدوام. نعم. ما تطبق هذا الشيء، ولكن نتكلم عن الدقائق الفعليه مثل ما تفضلت. اليوم انا عندي الفترتين الصباح والمسائيه هي رفع معدل اللياقه البدنيه. اليوم لما اخلي انا اليوم بس المحترفين يتمرنون الصبح وعصر وعندي لاعب محلي ما يتمرن، فبديهي اليوم انت لاحظ عامل الشد العضلي او خلينا نقول تدني المستوى البدني عند اللاعب ترى بس عند اللاعب المحلي. قلت لك اللي يفتقد الفترتين هذا يجعلنا نصر ان نقيم حتى في مساله اختيار ونوعيه المحترفين وعددهم. كابتن عبيد شاكر لك وجودك اليوم ويانا، مرت دقائق سريعه، لكن ان شاء الله نلتقيك ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله تعالى، وان الشرف دكتور تكون ويانا. شرف بيوسف وجودك وجود اخوان، حياك الله. شكرا جزيلا. ايضا على الطرف الاخر كابتن وليد نصار، شكرا جزيلا على وجودك اليوم ونورتنا. النور بعيونك حبيبي، انت المشكورين اللي جمعتوني فيه ابو محمد الكابتن الغالي. سؤال صغير من مخرجنا العطار يقول عندنا مواهب تقط باصات تسنع تسجل. والله نتمنى، بس احنا بنشوف اللعب لحد الحين للاسف ما في. مو يقول يدور بعض الاحيان لقطه ان نشوف هجمات جميله واعده وحركات فنيه، لكن بالنهايه نتمنى وعندنا يعني امل وطموح كبير ان شاء الله في لاعبينا مع مساله تعديل المنظومه وهذا الشيء لهم. قبل اختم بس نتحمد بالسلامه الكابتن جاسم يعقوب، قبل اربعه ايام اجرى عمليه جراحيه في الظهر. نقول لك الحمد لله على السلامه يا ابو حمود، وانت في القلب دائما. ايضا يعني نوجه يعني تمنياتنا بالشفاء العاجل كابتن مهدي علي مدرب منتخب الامارات السابق،
يعني نقول له ان شاء الله يا رب تقوم بالسلامه. وهذه دعوه منا عبر برنامج اي تو زد وايضا الاعلام الكويتي الرياضي لاخونا مهدي علي اللي قدم الشيء الكثير الكره الاماراتيه في فتره من الفترات كمدرب مميز الحقيقه. انتهت فقرتنا اليوم في برنامج اي تو زد او في برنامج اي تو زد في فقره ما بعد النشر، لكن اترككم بعد قليل مع زميلي عبد الله نوري. لا زلنا مستمرين وياكم مشاهدينا الى فقره تايم لاين التي نستعرض خلالها اهم الاخبار والتغريدات الوارده على مواقع التواصل الاجتماعي. يسعدنا اليوم ان نستضيف لاعب نادي خيطان منتخبنا الوطني كابتن تغيم الرشيد. نقول لك مساك الله بالخير ولك وحشه، وينك يا اخوي؟ موجودين، مساك الله بالنور يا اخوي عبد الله، وانا سعيد في تواجدي معك. الله يسعدك، وان شاء الله نثري الحلقه باشياء مفيده باذن الله. اكيد باذن الله كعادتك دائما وابدا تفيدنا في كل حلقه. الله يسعدك. نبلش اولى تغريداتنا من حساب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو الذي أشار لتصريح لوالد البرازيلي الوافد فيليب أندريك مؤكدا أن نجله لم يتخذ أي قرار سواء بالانتقال إلى ريال مدريد أو أي نادي آخر. كابتن تغيب، اليوم اللاعب أندريك عمره 16 سنة يبدو أنه سيكون محور واهتمام كبار الأندية في أوروبا خلال فترة الانتقالات المقبلة. من وجهة نظرك اتجاه الأندية الأوروبية نحو اللاعب أو اللاعبين الصغار بشكل عام، هل يأتي بدافع الاستثمار أو تجارب هالاند وفيليسيوس وغيرهم من اللاعبين الصغار؟ أعتقد اللاعب أندريك لاعب مميز وقاعد يقدم على مستوى البرازيل في البرازيل في دوري البرازيل، لاعب مميز يملك إمكانيات، وأعتقد عين ريال مدريد على هذا اللاعب مما يملك من جودة إمكانيات كبيرة، ولنا سابقة في ريال مدريد يعني روبينيو في السابق، الآن فينيسيوس، رودريجو من اللاعبين الشباب اللي جلبوهم ريال مدريد وصنعوا منهم نجومين. نجوم صحيح. فأعتقد أن أندريك وعين ريال مدريد عليه، أعتقد أن جلبه لريال مدريد مع مرور الوقت راح يتطور هذا اللاعب وراح يكون له مثل ما فينيسيوس مثل رودريجو، أعتقد راح يكون له إمكانيات كبيرة في ريال مدريد. ممتاز. وإلى حساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني الذي قام بعرض فيديو لهدف لاعبه أسينسيو في مرمى جيرونا في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين، خلنا نروح نشوف هذا الفيديو. ايش رايك بالجول اللي شفته كابتن؟ والله أسينسيو لاعب مميز، دائما اهدافه ممتعه في ريال مدريد. أسينسيو من اللاعبين اللي يملك امكانيه وقدم يسرى يعني تدل المرمى. صحيح. قدموا مباراة كبيرة ضد جيرونا مع أن أحرجهم في نوعا ما في المباراة يعني تعادلوا 1-1. صحيح. ودائما جيرونا دائما نلاحظ في المباريات الكبيرة مع الفرق الكبيرة يكون ند قوي يعني برشلونة وكان ريال مدريد، وإحنا لاحظنا في المباراة يعني نقول فلت ريال مدريد من فخ يعني الخسارة مثل ما نقول، وكان جيرونا مميز في المباراة. يمكن فينيسيو أسينسيو من اللاعبين اللي حاشتهم إصابة وابتعدوا عن الملاعب فترة طويلة، وناس كثيرة قالت أن ردته ما راح تكون نفس أسينسيو اللي عرفناه في 2014 و2015 يوم حققوا الثلاثية وحققوا الشامبيونز ليج ورا بعض المرتين أو الثلاثية.
سبحان الله رد عليهم في ارضيه الملعب. نعم وسنسو لاعب كبير عنده اسرار وعزيمه. نعم نعم واصابه مثل القطع في الرباط الصليبي وترجع في هذا المستوى وهذا الاداء والمنظومه منظومه ريال مدريد يعني متكامله تساعد اللاعب لعوده مستواه من جديد. واحنا لاحظنا اسنسو قدم مباريات كبيره ان كان على صعيد المنتخب الاسباني او صعيد ريال مدريد قاعد يقدم امكانيات كبيره. بالضبط. والى حساب ديد لاين الذي اشار ان النجم النرويجي ايرلينغ هالاند اصبح الاعلى قيمه بين نجوم العالم ب 170 مليون يورو. هل يتواصل اليوم تحطيم هالاند للارقام القياسيه مع مرور الوقت؟ ومن وجهه نظر كابتن تغيم تشوفه يستاهل هذه القيمه؟ لاعب كبير يا عبد الله انت قاعد تشوف ايش قاعد يسوي، يعني بالدوري الانجليزي قاعد يقدم مباريات يعني بكل مباراه جول جولين جول جولين. صحيح. ماكينه تهديف يعني تصبح ماكينه تهديف. صحيح. وامكانيات ومستوى يعني اعتقد اللاعب في حال اذا ما تعرض لاصابه يعني دائما الاصابات هي اللي تحرمنا من نجوم. صحيح. حرمتنا من لاعبين كثر في في, في على مستوى العالم. فاذا هالاند استمر على هذا المستوى وهذا الاداء اعتقد راح يحطم ارقام ميسي وكريستيانو رونالدو. أيه. اعتقد اذا استمر من غير اصابات في هذا العمر يعني انت قاعد تبلش بعمر صغير وهذه الارقام الخياليه اللي قاعد تكسرها. انا شفت يمكن في ردود فعل من الشارع البريطاني في في الدوري الانجليزي ان في لافتات في يوم من الايام طلعوا لافتات بالشارع ممنوع استمرار هالاند في الدوري الانجليزي لعدم التكافؤ، يعني يقول لك اخر واحد من سلاله البايكنجز. فغريب شيء يعني. غريب يعني تعليقهم شيء غريب لان الانسان قاعد يقدم شيء خارق للعاده. تتكلم عن بنيه جسمانيه، تتكلم عن في يعني الهد، تتكلم عن السرعه، القوه، التمركز في ال 18 يعني في منطقه البوكس على قولتهم. لاعب استثنائي، لاعب ما الوم يعني الجمهور الانجليزي في هذه يمكن التغريد او بعض التغريدات هذه يمكن يداعبون فيها. صحيح. ولكن هالاند لاعب استثنائي ما لهوش حق قاعد يقدم. اي لاعب استثنائي. ننتقل الى حساب اي اس بي ان الذي عرض تعليق النجم الهولندي فيرجيل فان دايك على من يرى ان قصر قامه مدافع مانشستر يونايتد الارجنتيني اليساندرو مارتينيز ليس مناسبا للاعب قلب الدفاع. يمكن اليوم شهادة وموقف مميز من فان دايك. كيف ترى أداء مارتينيز مع المانيو مقارنة بهاري ماغواير؟ هاري ماغواير هذا بين قوسين تحت خطين يعني كل مستغرب المبلغ اللي فيه شيء وهالمستوى يعني تستغرب. صحيح. يعني لاعب مثل مارتينيز وقصر قامته لنا يعني في السابق لاعبين كثر احنا كانافارو ايالا في فالنسيا لاعبين قصر قامة عندهم ولكن امكانيات كبيره. وتصريح فان دايك بهذا الطريقه بهذا الاسلوب يعني انا احييه على هذا الكلام. صحيح. فعلا مارتينيز يملك القوه الالتحام الشجاعه وهذه ما يحتاجها دائما قلب الدفاع. فمارتينيز قاعد يقدم مباريات يعني مميزه مع المان يونايتد بعكس ماغواير يعني ما قاعد يقدم شيء يذكر مع المان يونايتد. فاعتقد انا احيي دائما فان دايك على هذا التصريح وهذا الكلام المميز للدفاع عن مارتينيز مع انهم يمكن ضد بعض في الدوري وحماس وبينهم يعني نديه ولكن كلامه في محله. نعم مارتينيز يمتلك امكانيات كبيره ولاعب مميز. ونبقى من حساب اي اس بي ان الذي اشار الى اعلان النجم جيرارد بيكي عن اعتزاله بعد مباراه اليوم للبارسا امام الميريا. برايك كابتن تغيم اليوم هل كان التوقيت المناسب لاعتزال بيكي؟ يعني بيكي يعطيه الصحة والعافية خلاص السنين اللي فاتت بس ما قصر عقب حركته هذه اللي مع باريلا هذه المشكلة يعني هذه بعد خلاص كثرة الانتقاد وكثرة الانتقاد حاول انه يعني يقدم شيء لبرشلونة ولكن خلاص يعني اللاعب دائما نقول هو مو مقياس العمر ولكن العطاء في الملعب قل مع بيكي. وانا سمعت تصريح يمكن في السابق حق نيستا نصح فيه بيكي انه يعني لا تخسر شعبيتك لا تخسر جمهورك اللي انت صنعته في بطولات ومسابقات عده لك جمهور ولك فانت اطلع في على قولتهم في مستوى اللي انت قدمته حتى يعني لا تخسر جمهورك. واعتقد بيكي يعني من افضل المدافعين اذا ما نقول يعني افضلهم على مر التاريخ يعني حقق بطولات وحقق انجازات. انا اشكر بيكي على ما قدمه لبرشلونه طوال هذه السنين وتحقيق الشامبيونز ليج وتحقيق الدوري في مسابقات عده. اعتقد انه كفى ووفى. بالضبط. اليوم لو تلاحظ يمكن اخر لاعبين من الجيل الذهبي لبرشلونه اللي هما سيرجيو بوسكيتس وبيكي. يعني بيكي مشى الحين الدور والباقي على منو؟ بوسكيتس. اعتقد خلاص عندك ديونج عندك كيسي اللاعب هذا كيسي ليش ماخذينه من اي سي ميلان اذا ما قاعد ياخذ مكان وما قاعد يلعب؟
من أفضل اللاعبين، كان نقطة محورية في إيسي ميلان اللي حققوا فيها الدوري الإيطالي. فكيسي لاعب له إمكانيات كثيرة. أنا معك. اليوم تشافي قاعد يجامل أصدقائه في برشلونة، تتفق مع هالكلام؟ أخوي عبد الله، أعتقد أن بوسكيتس قاعد يقدم بغض، إحنا قاعد نشوفه حتى على مستوى تصفيات كأس العالم مع المنتخب الإسباني، هو الأساسي بالمنتخب، قاعد يقدم. لاعب يحصل دروب، يحصل دروب في بعض الأحيان، يمكن طول الدروب مع بوسكيتس، ولكن قيمة اللاعب وكواليتي اللاعب يحتاج برشلونة. لاعب لو تلعب على ضغط عالي يطلعك من هذا الضغط، بغض النظر عن بعض الأخطاء اللي يعني ما كان يقع فيها في السابق، بدأ الآن يعني يقع فيها. أعتقد أنه يكون متواجد مع الفريق، هذا أمر مطلب أساسي، ولكن مشاركته كأساسي أعتقد أن هذه يجب تشافي مراجعتها، أن كيسي ديونغ لاعبين مميزين. صحيح صحيح. فأعتقد وننتقل إلى حساب ترانسفير نيوز الذي أشار إلى صراع مبكر بين إس ميلان وبرشلونة لضم النجم الإيطالي جورجينيو. برأيك اليوم من الأقرب من الناديين لضم اللاعب؟ هل يعني ذلك أن تشيلسي بعيد عن تجديد العقد لجورجينيو؟ أعتقد أن تشيلسي بعيد عن تجديد، لأن المستوى متفاوت لجورجينيو مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وأعتقد أن اللاعب تشبع كثيرا مع 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 تشيلسي. الأقرب برشلونه، احنا برشلونه بحاجه ماسه لكواليتي اللاعب. مع يعني عمر بوسكيتس يعني خلاص انت محتاج بديل، فهو البديل. اي فانا قاعد هذا كلام، نعم انا معك وايدك في كلامك، ولكن بوسكيتس مطلب انه يكون موجود بالفريق، ولكن تدعم الصفوف، برشلونه محتاج تدعم الصفوف، ومثل جورجينيو ستايله والكواليتي ماله يحتاجه برشلونه. فاعتقد ان برشلونه. احنا كابتن قيم كنت قاعد احكي وياك تحت الهواء عن مميزات اللاعب الكبير بالعمر لما يكون لاعب خبرة، حتى لو يفيدني في غرفة الملابس. ففي بعض اللاعبين لهم ثقلهم في الملعب، خصوصا لاعبين كبار لهم تجارب في الشامبيونز ليج بشكل عام، ولهم تجارب في الدوري المحلي، وحصولهم على أكثر، أو نقدر نقول خلنا نقول أكثر البطولات على مستوى أوروبا هم حققوهم، فوجوده مطلب أساسي، لكن ما يكون لاعب أساسي. أنا مأيدك في هذا الشغلة، بس إن لازم يكون في يعني بديل لبوسكيتس. وجورجينيو أنا أعتقد يغطي مكان بوسكيتس في ظل تواجد بوسكيتس، تحتاجه في بعض المباريات، تحتاجه في بعض الإيقافات للاعبين. نعم الإصابات. فأعتقد إن جورجينيو مكسب كبير لبرشلونة في حال تم التعاقد معه. ممتاز. وإلى تغريدة من حساب صحيفة الجارديان الإنجليزية التي أشارت إلى أن المدرب الإسباني الجديد لأستون فيلا أوناي إيمري جاهز لتجديد في إنجلترا. اليوم هل تعتقد أن إيمري سينجح مع أستون فيلا، أو أسباب التراجع الكبير للفريق مع جيرارد في الموسم أو هذا الموسم نقدر نتكلم؟ أعتقد أن أستون فيلا هالموسم هذا كان سيء جدا جدا، ما دعم الفريق بلاعبين على مستوى عالي. أعتقد جلب إيمري كمدرب معنويا ونفسيا للفريق راح يتغير شكل الفريق بشكل كامل. انت لما تجلب مدرب مثل إيمري، إيمري على مستوى الصعيد الاوروبي، على حقق يوروبا ليج كذا مناسبه مع اشبيليا. صحيح. مدرب يملك شخصيه ويملك كاريزما ويملك خطه، يعني اعتقد ينجح، اعتقد ينجح، لان الفريق محتاج مدرب ذو شخصيه عاليه. احنا ما نقول عن جيرارد انه ما توفق مع الفريق، لان جلب اللاعبين على مستوى عالي حتى تنهض بالفريق مو متوفر بأستون فيلا، ولكن مع إيمري لجلب الفريق، يعني عودة الفريق من جديد، أعتقد مع إيمري أستون فيلا أعتقد يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز. شنو اللي يميز إيمري عن باقي المدربين في الدوري الإنجليزي؟ أخوي عبد الله يملك شخصية، والدليل إحنا نقول شخصية المدرب زائد فكر المدرب يغير منظومة الفريق. أنت لما تجلب لمدرب صاحب إنجازات، هذه الإنجازات ما جت من فراغ، جت من خطط ومن تكتيك ومن تدريبات معينة مع لاعبين. أنت هم يعني انتقالات الشتوية على الأبواب. صحيح. فأعتقد أستون فيلا محتاج تدعيم الصفوف. مع إيمري أعتقد أستون فيلا راح يعني يجدد الفريق ويجدد دماء الفريق بلاعبين كواليتي عالي، حتى يعود الفريق إلى إحنا ما نقول المنافسة مع التوب ما بين التوب فور، على الأقل يكون يعني في المنطقة الآمنة في الدوري الإنجليزي. وتجاربه تشفع له، يمكن أوناي إيمري نشوف إحنا يوم مسك الأرسنال، يوم مسك إشبيليا، كان مدرب يملك ناجح. نعم يملك فكر ويملك بالضبط. عموما
وصلنا للختام، كل الشكر والتقدير لك كابتن الضغيم، نورتنا وشرفتنا، شكرا على قبولك الدعوه وحضورك في برنامج. الله يسلمك يا اخوي عبد الله، وانا دائما دائما اقولها واحنا على الهواء ان دائما نستمتع في تواجدنا معك وطرحك مميز واحنا نستفيد ونتعلم منكم. الله يرضى عليك حبيبي، مشكور وما قصرت. ابتدي مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم باكر في نفس الموعد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.